في رسالة الميلاد طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكتل السياسية أن يهدوا الشعب اللبناني رئيسا للجمهورية، وشدد الراعي بحضور البطريرك نصر الله صفير والمطارنة على أن دور الرئيس تحقيق تصميم اللبنانيين على قيام الدولة الديمقراطية البرلمانية وتحفيز دور المجتمع المدني، مطالبا بالذهاب إلى المجلس النيابي وإجراء عملية الانتخاب وفقا للدستور والممارسة الديمقراطية. ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة جدية للمبادرة الجديدة المختصة بانتخاب الرئيس، فإنها تتصف حقا بالجدية كما هو ظاهر في عامل الثقة والأمل الذي أحدثته على المستوى النقدي والمصرفي، وفي الدفع الجديد للتفاهم بين فريقي 14 و8 أدار. ثانياً، وضع قانون انتخاب جديد هو من مسؤولية مجلس النواب كسلطة تشريعية، بحيث يأتي وفقاً للميثاقية اللبنانية فيترجم المشاركة الفاعلة في تأمين المناصفة الفعلية ويضمن الاقتراع الحر وحق المساءلة والمحاسبة. ثالثاً، التزام الحكومة بممارسة مسؤولياتها كسلطة إجرائية وفقاً للدستور، وتفعيل عمل المؤسسات العامة ومنع الفوضى والفساد فيها وتحفيز مسؤولية المواطنين. ونوه الراعي بقرار مجلس الأمن بشأن سوريا القاضي بإيقاف الحرب وإيجاد الحلول السياسية وتهيئة الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين الآمنة إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، رافضا بأن تكون عودة النازحين طوعية كما جاء في نص القرار، بل يجب أن تكون العودة إلزامية لكي يحافظوا على حقوقهم في وطنهم وعلى هويتهم الوطنية الثقافية والحضارية. كما واصل الراعي استقبال المهنئين بالأعياد المجيدة.